سالم بن سهيل الخيالي يقدم لنا سمحة على المركز الثالث. أما المركز الرابع فيأتي شعار مبارك بالحميدي بن سالم العمري مقدما كذلك هذا الاسم. المركز الخامس مشرفة قادمة محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري. أما المركز السادس الآن صبا هنا يأتي بن ضحي الكعبي مقدما هذا العنوان. لكن شوف الوذرة قادمة، الوذرة قادمة مسلم بن ناصر بن يوعان الشامسي يحضر في هذه اللحظات مع المركز السابع. المركز الثامن تسلل آخر جديد هذه اللي وصلت الشامخة تعود ملكيتها لعبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري على المركز الثامن. المركز التاسع سيب بن سعيد الشاعر العليلي واصل خذ المركز التاسع مع حفله. والمركز العاشر الحذفة لأحمد بن سالم بن متعب العفاري وصل خذ المركز العاشر. هذه العشر المراكز المتقدمة مشاهدينا الكرام عنوانها انتصاراتها منافسة بكل تأكيد ستشاهد من خلال العيون وتشاهد من خلال المنافسات والظنون. لكن عودة إلى موال، عودة إلى موال في كل حال هي المسيطرة حتى هذه اللحظات وفي كل الأحوال. راشد بن حمد بن راشد بن غدير مقدما هذا الاسم في اول انطلاقات هذا اليوم، انطلاقات مهرجان ولي عهد دبي في منافساته وانطلاقاته. بينما المركز الثاني سمحة قادمة سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي وصل خذ المركز الثاني مقدما كذلك هذه السلالة الاصيلة وهذه النوعية المميزة. بينما غادة تتواجد على المركز الثالث أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي يتقدم نحو المركز الثالث. أما المركز الرابع فوصلت من خلاله هنا تشريف وهذه مشرفة حاضر محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري يتقدم. بينما شهرة حاضرة، شهرة حاضرة مبارك بالحميدي بن سالم العمري تبغي السلام والتحية في هذه اللحظة لتصل إلى المركز الخامس. بينما المركز السادس الوذرة لمسلم بن ناصر بن يوعان الشامسي يحتل المركز السادس. المركز السابع وصول من خلال هذه اللحظات الشامخة وعبد الله بن حميد بن حارب المهيري يصل ويتقدم. عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري حاضرا مع هذا الاسم. هناك احمد بن سالم بن متعب العباري مع الحذفة على المركز الثامن. المركز التاسع بن ضحي يتواجد ولكن تسير الأحوال، تسير انطلاقات هذا الشوط مع موال في مشاركتها في انطلاقاتها لهذا اليوم. هذه أمامكم موال تقود الصدارة مع كيلو الغابات، كيلو الغابات ولا زالت على قمة الشوط نحو مرغم وبدون منافس مع بن غدير مع الواثق لا زالت على السيطرة وعلى القمة هنا في المركز الأول. بينما شوف سمحة وصلت خذت المركز الثاني تقدمت إلى ثاني المراكز سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي أيضا حاملا تحديات مع هذا الشعار اللي يشكل يعني دائما الخطر والخطورة في المنافسات ومشاركاته. بينما غادة هي الأجدر بالمشاركة المستمرة في هذه الأشواط أشواط الإنتاج والمنتجين العديد من الإنجازات والعديد من السيارات في سجلها ورصيدها. هذه أمامكم غادة أحمد بن حمد بن رغش الشامسي يتقدم مع شعار المعالي. أما المركز الرابع وصلنا إلى مشرفة حاضر مشرفة محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري وصل خذ المركز الرابع. المركز الخامس هذه سهرة قادمة مبارك بالحميدي بن سالم العمري شعار السلطنة يشارك في هذا اللقاء. أحمد بن سالم بن متعب العفاري يحضر كذلك بحضور هذا العنوان وهذه الحذفة. هذه الحذفة قادمة نحو المركز السادس. راعي دريبح يأتي على المركز السابع. عبد الله بن خالد بن حميد راعي دريبح يصل يحتل
للمركز السابع، المركز الثامن الوزرة، هذه الوزرة. لكن شوف التغيير اللي طار وجرى، اول انطلاقة اول ندى لهذه الذلول اللي وصلتنا. سعيد بن محمد بن حليس العفاري وصلت عز، خذت المركز الثامن، المركز التاسع ايضا هذه فخامة، عبد الله بن حميد بن غاسي العمري. هكذا هي النتيجة للمراكز المتقدمة، للمراكز الحاضرة، حضور مميز، حضور كبير، لكن السيطرة مقدمة الشوط لا زالت مع موال، هي المسيطرة، هذه موال قائمة الشوط. راشد بن حمد بن راشد بن غدير يتقدم مع موال، لكن الظاهر بأن الأمور اختلفت لأن التغييرات راحت، بدلت سمحة. هذه اللحظات مقدمة الشوط، سمحة سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي، يا بالقطري يا بالقطري، خذ الصدارة والمقدمة. أهالي رماح، أهالي رماح في هذا الصباح عندهم نجاح، عندهم كفاح، عندهم انتصارات، عندهم تسلسل من خلال السلامات. لكن شوف يا بالقطري بدأ الآن بالتباعد عن الجميع. المركز الثاني هذه مشرفة حاضرة، هذه مشرفة مشاهدين الكرام محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري، ولكن الحذفة قادمة. أحمد بن سالم بن متعب العفاري، وهنا تتقدم سارة مبارك بالحميدي بن سالم العمري، وكذلك وصول من هذه اللحظات وهذه الشعارات القادمة. عز وصلت، عز تقدمت، عز سعيد بن محمد بن حليس العفاري، لكن بالقطري باي باي، بالقطري مع السلامة. من خلال هذه اللحظات سهيل بن سالم بن سهيل بالقطري الخيالي 1200 على خط النهاية، والعصرة في الابطال، العصرة في الابطال، وسمحة سمحة متسمحة امورها مرة. دخيلك لا تقول لها شيء، دخيلك لا تقول لها شيء، بس كلمها على صوت السماعة، كلمها على صوت السماعة. ما شاء الله راعي الحية في سن اللقاية، فاز وتنومس وباع، والله يبارك له في حلاله ما شاء الله. هذه أمامكم مشاهدين الأعزاء، هذه أمامكم سمحة بدون أي منافس على الإطلاق، بدون أي تعليمات مباشرة، تشاهدونها على شاشة التلفزيون. هذه الذلول، هذه الحايل الأصيلة اللي تغذي الميدان بالنواميس وتسلم على أهالي رماحة في هذا اليوم في هذا الصباح. هذه أمامكم، هذه تتصدر مجموعتها الأولى الرئيسية في صباح هذا اليوم. هذه سمحة بدون أي تعليمات في مقدمة الشوط. العمري يحاول، مبارك بالحميدي العمري يحاول على المركز الثاني، ولكن خلاص سمحة 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 سمحة، الله علوه الخزنة، ثانينا والناموس على هذا الفوز. محاولات مستميتة منك يا الحميدي يا بن سالم العمري، ولكن لا بد من المحاولات، لا بد من المحاولات، إلا أن سمحة ما فيها محاولة. تهانينا والناموس لمالك سهيل بن سالم بالقطري الخيالي، تفوز وتنجز هذا الإنجاز والناموس والانتصار. سلاماتنا لهالي رماح، سلاماتنا لمالك سمحة مشاهدين الأعزاء على الفوز والانتصار. سمحة بلا منازع ولا منافس، بطلة أول الأشواط الصباحية لهذا اليوم. تهانينا والناموس لهالي رماحة حيث حققت الانتصار بدون أي تعليمات ولا جهد كبير. المركز الثاني هذه سهرة المبارك بالحميدي بن سالم العمري. المركز الثالث عز محمد بن سعيد بن حليس. المركز الرابع، المركز الرابع هناك فخامة لعبد الله بن حميد بن غاسي العمري. المركز الخامس سنعود مع حضراتكم مشاهدين الأعزاء للتوقيت الزمني. سمحة هي من سجلت أول الانتصارات لهذا اليوم ب 12 دقيقة و 37 ثانية و 11 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سهيل بن سالم بالقطري الخيالي، وجود مورنينج أهالي رماح على هذا الانتصار في هذا الصباح المميز. المركز الثاني
لحظات الوصول ب 12 دقيقة مشاهدينا الكرام و 44 ثانية 6 أجزاء من الثانية. هي سهرة المبارك بن حميدي بن سالم العمري ثاني وناموس على الفوز والانتصار. أما المركز الثالث فكان حضورها هنا في هذه اللحظات مع لحظات الفوتو فينش الأخيرة من خلال المنافسة ستكون من الجانب الآخر. هي فخامة بالفعل عبد الله بن حميد بن غاسي العمري ب 12 دقيقة 49 ثانية و 19 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع على هذا الفوز والانتصار الكبير. التواصل